بسم الله الرحمن الرحيم. عويش سيد أحمد، رئيس تعاونية القلات لإنتاج وتسويق كسكس، جاية من واد الذهب داخلة. احنا تعاونية كنتجو منتوج كسكس الخماسي. احنا تعاونية، هذه بداية. شحال هذه وحنا نخدمه، ولكن هذه بداية باش عندنا شوية ندخلوا المعارض الكبار، وعندنا الحمد لله معروفين، وعندنا الحمد لله كتساعدنا الفلاحة، هي اللي كدير لنا الفتات، كدير لنا الامبالاج الحمد لله. هذا الامبالاج ديالنا، هذا هو هي مقادتونا وعطيتونا، وهذو سمو اللي كنبيعوا فيهم هي مقادتهم لنا. خذينا زيزة ذهبية هذا العام في مكناس، وعندنا عدة جوائز ثاني الحمد لله، والحمد لله ماشي إن شاء الله، راجين عند الله إن شاء الله، نعودوا عند حسن ظن الجميع إن شاء الله، تعود تعاونية إن شاء الله ناجحة وطالعة إن شاء الله، راجينها عند الله. ونشكركم كاملين، ونشكروا الفلاحة، ونشكروا السي خنوش على مساعدتنا. احنا 6 تعاونيات مولي دعمنا خنوش ومصنع وسيارة، وهم مازلنا ننتظروا الحمد لله. الاشغال مازالت ماشيه لقدام، راه مدير الفلاحه متبارك مع ذاك الشيء، ونتمناو خير ان شاء الله، ونشكروا السي خنوش مره ثانيه، وشكرا. السلام عليكم. احمد العلاقي، نائب رئيس تعاونيه حليب الداخله، كنت واجد في معرض المراعي بتزنيت، المشاركه الثالثه هذه منذ بدايه هذا المعرض ديال المراعي. الحمد لله اصبحنا فتحت لنا افاق بزاف كبيره بالنسبه لهذا المعرض. المنتوج اللي عندنا هو منتوج حليب الابل اللي كان نسوقوه الحمد لله على الصعيد الوطني، وبدينا كان وبسبب مشاركتنا في المعارض اللي فتحت لنا افاق كبيره اللي خلتنا باش نوجدوا هذا المنتوج على الصعيد الوطني، ولو كانت اكراهات كبيره واكراهات كثيره من اجل الترونسبور والنقل، بحكم ان ابعد نقطه كانت هي مدينه الداخله في الموقع الجغرافي، ولكن تحدينا الحمد لله بحكم الممارسه والصرامه والعمل والجديه. الحمد لله تفتحت لنا افاق كبيره، واصبح المنتوج ديالنا كيعرفوه بزاف المغاربه، وكيتواردوا علينا تليفونات من هذا المنتوج على هذا المنتوج حتى ما كيتواجد، ولكن كانت اكراهات حتى تجاوزناها. حليب الابل كيصلح الكوليسترول، المصران، السكر، الحساسيه، هذا الشيء اللي تبتت عليه الاناليز الاخيره بان هذا هو الحليب اللي ممكن تعطيه للطفل الصغير اللي ما كيرضعش، اللي ما كاينش مثلا فمو الحليب ولا، وكيصلح بزاف ديال فيه بزاف ديال الفوائد. الحمد لله على كل شيء دايرينه في الامبالاج ديالنا اللي يطلع على كل الفوائد ديالو، والحمد لله كيصلح لمده اسبوع. كانت بعد التصريحات اللي جاتنا من طرف بعض المسؤولين اللي قالوا بان ما يتعداش 3 ايام، ولكن الاناليز الاخيره تبتت بان ممكن يصبر باقي الطري، ممكن يصبر حتى 15 يوم، والحمد لله حنا ما كنتعداو 5 ايام 6 ايام اللي كنديروا في هذا المنتوج، وشاركنا فيه بزاف ديال الناس اللي خضعوه والحمد لله شكروه. وكانت الحمد لله الطموح ديالنا والرساله اللي كنوجه لكل غريبة انهم يعرفوا حليب الابل ولحوم الابل بان فيه فوائد كبيره وكبيره بزاف مقارنه مع الحليب الاخر. العفو. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. انا باسمي سويد المشريف، رئيس لجمعيه الامداح النبويه لجهه الداخله وهذا ذهب القويره، وفرقه موسيقيه من مدايح النبي صلى الله عليه وسلم. وهاي الفرقة الحمد لله كانت مشاركة في هذا التظاهر المعدل في تيزنيت المهرجان، الحمد لله كان لنا شرف شاركنا فيه الحمد لله باسمنا باسم جمعيتنا وباسم جمعية سباق الهجن، وشكرا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.